مرة بستراك ولا بحبك أكيد لأول مرة حغنيها on stage وأكيد رح تكون ولعانة. حضرونا نوال الزغبي. هاي أنا رح أكون موجود بالبرايم 13 لستار أكاديمي. أنا كتير مبسوط لأنه هيدي المرة الخامسة أو بالأحرى الرابعة اللي بطلع فيها على ستار أكاديمي. هيدا البروغرام اللي أنا تخرجت منه وكانت انطلاقتي منه. كرمال هيك هيدا المسرح كتير بيعني لي. إن شاء الله يا رب تكون السهرة كتير حلوة بكرة. ما تنسوا تتابعونا.